وعن استهداف مطار بغداد وأبعاده وتداعياته أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بك معنا عقيد حاتم. حياكم الله، مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين. أهلا بك، مساء الأنوار. عقيد حاتم، بداية، كيف تقرأ استهداف مطار بغداد بستة صواريخ وتوقيته أيضا؟ نعم، حقيقة قبل الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل دعني أعطي بعض الحقائق حول هذا الموضوع. توجد لدينا قوات أمنية يتجاوز أعدادها 1.5 مليون مقاتل، ويوجد أيضا لدى القوات الحكومية أكثر من 15 جهاز أمني واستخباراتي، كما توجد لدى القوات الحكومية في مدينة بغداد المئات بل تصل إلى الألف من السيطرات التي تنتشر في معظم أحياء بغداد. السؤال بأنه من يمتلك طائرات مسيرة ومن يمتلك هذه الصواريخ ويستطيع التنقل بها في داخل مدينة بغداد؟ كيف مرت هذه الصواريخ وكيف انطلقت؟ أين السيطرات؟ أين القوات الحكومية التي يزيد عددها 1 مليون مقاتل؟ هناك فشل أمني تتحمله حكومة الكاظمي بالدرجة الأولى. يضاف إلى ذلك بأن هذا الهجوم يحمل رسائل متعددة، منها رسائل بأن الخطوط الجوية أو الملاحة الجوية في العراق أصبحت غير آمنة، وهذا ما سيدفع الكثير من دول المنطقة على عدم إرسال طائراتها إلى العراق، وهذا فيه مردود كبير جدا على من يتغنى بالسيادة طوال الفترة الماضية. يضاف إلى ذلك بأنه رسالة إلى كل من يريد أن يستثمر في العراق، سواء كانت دول أو كانت شخصيات اقتصادية، بأن البلد غير آمن. والدليل على هذا بأنه تم ضرب أهداف مدنية اليوم اللي هو مطار بغداد الدولي بالصواريخ من قبل هذه الميليشيات. يضاف إلى ذلك ضرب مواقع دبلوماسية وضرب سفارات وضرب قواعد عسكرية، وهذا يعطي دلال واضح على الانفلات الأمني الذي تعاني منه حكومة الكاظمي. كذلك بأنه هذه القضية فيها أفق سياسي، يعني هناك انسداد سياسي واضح في العراق، هناك فشل في تشكيل الحكومة منذ 4 أشهر، الملف السياسي يلقي بظلاله على الملف الأمني، يعني هناك ضرب للقوات التركية، هناك ضرب لقرى في المغدادية، هناك ضرب لمقر سرية في العظام من قبل تنظيم الدولة، هناك طائرات مسيرة تضرب قواعد عسكرية وتضرب مطار بغداد الدولي وتضرب مواقع دبلوماسية، هناك ضرب لأهداف اقتصادية الآن وأهداف مدنية. إذا نحن أمام إشكال كبير جدا تتحمله حكومة الكاظمي بالدرجة الأولى، والميليشيات أيضا المسلحة التي تعمل وتنفذ أجندة خارجية. يعني إلى أي مدى ترى أن فشل مفاوضات الصدر والعامري له دور حقيقي في استهداف المطار اليوم؟ وأيضا يعني كيف سينعكس هذا الاستهداف أو هذه الاستهدافات حقيقة على مجاري المفاوضات بين الأطراف؟ نعم، لا شك، يعني هذه الهجمات لابد بأن هناك مستفيد من وراء تنفيذها، يعني المستفيد من وراء تنفيذها هو أنه أوراق ضغط تمارس على من يريد تشكيل حكومة بأغلبية، كما يقال أغلبية وطنية، وأنا لا أعتقد بأنها وطنية، لأن الصدر هو مشارك في جميع الحكومات التي سبق أن تم تشكيلها منذ عام 2003 وإلى اليوم، وهو طرف رئيسي في العملية السياسية. فما الذي بدله اليوم لكي يكون تيار وطني؟ أنا أعتقد هناك إشكالية كبيرة جدا في هذا، ومع هذا هي أوراق ضغط تمارس من قبل الميليشيات للضغط على الصدر لتشكيل حكومة توافقية والرجوع إلى مسألة المحاصصة الطائفية. يعني هذه القضية تنعكس على كثير من التفاصيل الأخرى، ضرب الأرتال اللوجستية، ضرب المواقع الدبلوماسية، وأنا أعتقد بأنه الفترة القادمة إذا ما ذهب الصدر باتجاه تشكيل الحكومة قد يكون هناك ضرب لمقرات حزبية تابعة للصدر أيضا. نعم. كما جرى على غرار الحلبوسي وكما جرى على غرار ضرب أهداف في كردستان العراق. نعم، الكاظمي اليوم وفي تصريح له على استهداف المطار قال نصا: المجرمون يعدون الصمت على الاستهدافات غطاء سياسيا لهم. يعني هل يصعد الكاظمي لمواجهة موجة الاغتيالات والتفجيرات، وهل هو قادر على ذلك يعني برأيك؟ لا، الكاظمي أولا هو ضعيف، يعني غير قادر على مواجهة هذه الميليشيات لأنه لا يمتلك قراره السياسي، والدليل على هذا بأن هذه القضية تحتاج إلى قرار سياسي وقرار حاسم لمواجهة هذه الميليشيات.
الكاظمي هو من صرح بأن قال سنتحاور معهم لمدة 100 سنة ولن نستخدم السلاح ضدهم، وبالتالي هذه القضية جرأت الميليشيات لكي تستخدم هذا السلاح أكثر في إمعانها، في قتل المتظاهرين، في استخدامها لضرب القرى الآمنة في الديالة والمقدادية وفي مناطق أخرى. لذلك أنا أعتقد بأن الكاظمي هو السبب الرئيسي في الفشل الأمني لمواجهة هذه الميليشيات. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لك.